اعمل دقماء استاذ انطوني اخلصها بخمس دقايق واطلعوا. طلع شو بتعمل استاذ؟ استاذ بتروح على صفحة بيج واحد قبل صفحة بيج واحد بتروح على الماي هوم بيج ونسرين انت بخليكي بفريم سدر مش شايفيتها؟ طيب اطلعي هون شوي لا انت ماي هوم بيج وين الفريم اللي مكتوب فيه السورس بيج ثلاثة اكتب هناك نيم يساوي كوكو هناك تعمل وسم A لنعمل كشور A فراغ أتشرف اعمل كنترول سبيس بطلع لك اسماء الصفحات الموجودة عندك مظبوط لا اعملوها مع تيبل سي اس اس زيد عليها تارجت الوسم ايه ايوه هاي التيبل تارجت حط كباس انسرت فوقي الكباسات وين البيج داون وهوم في كباس انسرت عص عليه مرة واحدة تارجت كتبتوا تارجت كوكو سكر الوسم واكتب هناك الكشور go to table الكشور هذا go to table اللي خلص بقدر يروح يعمل refresh اعمل الشمرة هلا كلها استاذ ما هو بيسكرها بس تسكري هاي هو بيسكرها وحطي هون go to table عصي عليه لمين عملت الكشور استاذ عملت للصفحة نفسها شاطرة شفتي وين فتحها ممتاز ميسا شوفوا كيف بيفتح go to table طلع وين فتحها فمين وين فتحها هون انت عندك مش مزبوط كان لازم يفتح لك اياها صفحة لحق هون ما حطيش التارجت صح او كلمة تارجت غلط او الكوكو غلط انت بشغل بيج واحد احنا بدنا نشغل الفريم استاذ الفريم ماي هوم بيج شغلي ماي هوم بيج شغلي ماي هوم بيج انتوا مش مشغلين ماي هوم بيج مشغلين بيج واحد لا روح الشغلة ماي هوم بيج اسعص على الكشور